عياض مول بندير ابن مدينة فاس سن 21 سنة. ويوم ايش ما يوم انا وحياتي هادي وحياتي اللي تمنيتها تكون ماشي هادي المشاركة ديالي في ستاند اب كانت تجربة زوينة اللي استفدت شحال من حاجة والحمد لله وصلت الموهبة ديالي عند الجمهور. السبب اللي ما خلانيش الفينال هي ما كاينش شي سبب، لان انا عطيت التكست ديالي زوين، سكيتش ديالي زوين، عطيت داكشي اللي وصلته للبيبليك ديالي وعجب، وصراحه اللي عجبو داكشي اللي قدمت له ورسمت البسمة على الجمهور داخل البلاطو وخارج البلاطو، وهذا الشيء شرف ليا. الحظ ما حالفنيش، لان انا براسي تصدمت وكاع الناس اللي هضروا معايا ما كانوش يعني مأكدين بان انا تقصيت، عطيت واحد المجهود جميل ولي كوتش ديالي يعني عجبتهم وعطيت التكست ديالي زوين. من الحمد لله هذا هو قانون اللعبه، ربحت جمهور واخا ما ربحتش ستاند اب، هذا هو الاهم. الموهبه هي من الصغر، انا هكذايا كنضحك كنشط مع لا فامي ديالي مع اصحابي مع احبابي ولي زامي ديالي كيقولوا لي سير شارك، مي ما كانش عندي واحد الرغبه باش نشارك. ستاند اب جات عن طريق الصدفه بار كونسيدونس، يعني اللي شاركت فيها كنت غادي للمدرسه بندير، سلت من مدرسة بكالوريا، قلت لي الوالدة فين غادي، قلت لها غادي ندوز الفرد، قلت لي البندير، قلت لها نعطيه لصاحبي، هبطت في الطوبيس سالت بحال شي سراح عادي انسان ولد الشعب، هبطت لقيت 400 واحد يعني حدا اوطه الايبيس بغاو يشاركوا. كان شويه ستريس لان انا ماشي ما عنديش اكسبيريونس على المسرح، يعني ما عمري درت كوميديا، ما عمري درت حتى حاجه. دخلت عند لي كوتش عجبتهم، جيت للدار فاجئوا الوالد بان راه قالوا فيليسيتاسيون، الوالد شلح ما كيفهمش الفرنسي جا عندي قال لي راه الدراري كيضحكوا عليك. الحمد لله هي قصه طويله ومضحكه، كان ميل الغناء بشكل كبير وحتى الكوميديا ميل الغناء اكثر، لان انا كنغني من صغري والحمد لله موهبه من عند الله، باسكو كنعشق شي حاجه سميتها الغناء والحمد لله، يعني هذا شرف لي. عندي الدياسك ديالي والجديد ديالي قريبا ان شاء الله بعنوان الاغنيه انا الفوتيف وراني عارف، وان شاء الله غنفوت الالبوم بان غنوصل القمه ان شاء الله. اميمه بعزيه تحياتي ليها، فنانه جميله متالقه كتعجبني، حتى هي ظهور بار كونسيدونس يعني عن طريق الصدفه، وكل شيء عن طريق الصدفه، اللي مكتبه له شي حاجه راه كيوصل ليها. كنامن بالسوشيال ميديا يعني هو اللي كيوصل الموهبه البيبليك، لان يعني شحال هادي ما كانش هادشي، ما كانش هذا التواصل الاجتماعي وهادشي، كانت صعوبه، مي دابا الحمد لله كل شيء سهل. انا صراحه فنان امازيغي كيعجبني بزاف، منهم عبد العزيز احوزار، مصطفى امقيل، هاد الجوج انا من المعجبين ديالهم لان وصلوا الاغنيه الامازيغيه وكذلك العربيه، وكنفتخر بهم كامازيغ، وتحيه الناس الامازيغ وكاع العرب والمغرب اون جينيرال. القدوه ديالي في الكوميديا كنقولها وديما كنقولها عبد الرحمن ايكو، حسن الفد، وكذلك استاذ جواج. كنوجه تحيه للجمهور ديالي اللي كيبغيني وكيساند عبد الحق عياض مول بندير، كنقول لهم بان مازال غنقدم الجديد والجديد غيكون افضل ان شاء الله، وكنشكر قناه الدار على هذه الاستضافه الجميله وعلى هذه الاطلاله الفنيه، وغنهدي ان شاء الله هذه الاغنيه للدار قناه الدار وكاع الناس والبيبليك اللي كيعجبهم هادشي اللي كنقدم. يا مالومي ما بكيت وحشتوني دهان غايم، واش حي ولا ما فرطومي ما شحال وقت اللي توحشات تجي وتغلق.
ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.